طبعا الفيديو احنا هنشتغل خلال الورشة ببعض الفايلات، فانا كنت بعت لرفانا الفايلات ديت وبعتها للبشمهندس عمر، وان شاء الله هو هينزل اللينك بتاعها بحيث ان لو حد حابب يطبق باستخدام الفايلات ديت عشان يشوف يعني يستفيد بيها، ولو واجهته اي مشكلة طبعا يقدر يبعت لنا ونحلله احنا المشكلة دي. اول حاجه احنا هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده، اول حاجه خالص اللي هي ازاي نعمل سيت اب للملفات او الفايل بتاعنا بحيث انه يكون سهل في ان احنا نتعامل معاه وما تواجهناش اي مشكله واحنا شغالين. فاحنا هنروح اول حاجه خالص التاسك بار، هي حاجه بسيطه جدا يعني ومش ضروريه لو في ناس تواجهش مشكلة لو هي تقدر تتعامل، بس يعني أنا بفضل لو نقدر نظبط الفايل بحيث إن إحنا لما نتعامل معاه فيما بعد نلاقي الدنيا بسيطة. هنروح للتاسك مانجر، هنعمل الكويك شو كويك أكسس، هيظهر لنا هنا التاب، هنقدر نضيف فيه الكومنت اللي إحنا عايزينها. بعد كده هنروح لفوق للتابس، هنشيل بعض التابات اللي إحنا مش عايزينها زي الاستراكشر، هنروح للتاب انترفيس، هنلغي بعض التابات اللي احنا مش عايزينها زي الاستراكشر وزي الالكتريكال وزي البلابينج، وهنسيب الميكانيكال لان احنا بنحتاج الميكانيكال طبعا في واحنا بندخل الاتش فاك سيستم، وهنسيب برضو الانرجي والاناليسيس تاب، وهنسيب الماسنج والسايد تاب لان دي احنا بنحتاجها معانا. هنروح تاني حاجة اللي هي الشورت كات، هنبتدي نظبط بعض الشورت كات لأن احنا هنحتاج إن احنا نظبط بعض الشورت كات معانا، وهنرتبهم بالترتيب اللي احنا هنشتغل عليه. أول حاجة خالص اللي هي اللوكيشن، هنختار الأناليسيس تاب وهنختار اللوكيشن نديله رقم 1، وهندي للإنرجي سيتنج رقم 2، وهندي كريت إنرجي مودل رقم 3، والجنريت هنديله رقم 4، والاوبتمايز هنديله رقم 5. طبعا احنا هنتكلم عن كل خطوه من الخطوات ديت واحنا شغالين في انرجي سيتنج او الفيديو بتاع الانرجي موديلنج، بس هي دي الخطوات دي بالترتيب، ان احنا في البدايه خالص بندخل اللوكيشن بتاع المبنى، وبعد كده بندخل الانرجي سيتنج بتاع الموديل، وبعد كده بنعمل كريت انرجي موديل فبيتعمل له ابلود على موقع انسايت وبيبتدي يعمل له اناليسيز، بعد كده نعمل له جنريت، واخر خطوه خالص اللي هي الاوبتمايز اللي احنا بنبتدي نحسن اداء الموديل بتاعنا ونشوف ايه المشاكل لو هو بتواجه بعض المشاكل في الاناليسيس بتاعته. هنروح لتاني حاجه وهي الدبل كليك اوبشن، ده تظبيط بالسريع كده للانترفيس، يعني الجزء دوت مش داخل قوي في المحاضرة، بس هي الفكرة ان يعني نحاول نظبط الانترفيس بحيث ان فيما بعد هيبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل. هنختار في الفاميلي دو نو سينج، وبعد كده هنختار في الجرافيك، وانا بقعد بجري شويه لان هو دي كانت مجموعه فيديوهات انا كنت مسجلها قبل كده، فحاولت ان انا اضغطها بحيث ان هي تبقى سهله وما تاخدش وقت طويل. هنختار في السليكشن اللون الاحمر، طبعا لو حد عايز يختار لون تاني ما فيش مشكله، دي اللون الاحمر لو عملنا سليكشن على اي حاجه تتعدل اوتوماتيك. هنروح دلوقتي للجزء بتاع التابل، هنختار نحط بعض الحاجات فيه، هنروح في الاناليسيس من موديفاي اناليسيس، وهنختار نضيف بعض اللوكيشن ونضيف الجنريت ونضيف الاوبتمايز ونضيف الانرجي موديل وانرجي سيتنج في الكويك بار، بحيث انها تبقى قدامنا مش لازم نختار كل شويه نروح لتاب الاناليسيس، تبقى الحاجات دي بسيطه قدامنا على طول. دي هنا هنبتدي بقى نتكلم عن البرنامج بتاعنا اللي هو انسايت. انسايت كان ظهر في بداية 2014، وكان من خلال شركة اوتوديسك، كانت اوتوديسك مع زيادة الاهتمام باللي ظهر بالانفيرمنتال والاهتمام بموضوع توجه للسستينابيليتي والتوجه العام للعالم كله في الموضوع دوت، كانت ظهر لها بعض البرامج زي الفيزياري وزي الايكوتكت، بس هي ابتدت مع انتشار الريفت واهتمام الناس بالبي اي ام
ابتدت تظهر حاجتين، جرين بيلدينج ستوديو والانسايت. الجرين بيلدينج ستوديو والانسايت الاثنين مكملين لبعض. الجرين بيلدينج ستوديو هو عباره عن البلاتفورم بتاع الانسايت او الباك ستيج بتاعه، اللي بيحصل على اللي بيبقى موجود عليه الداتا كلها بتاعت الانسايت. في بعض البرامج اللي هي مش تبع اوتو ديسك زي الاي اي اس، الاي اي اس برضو برنامج بيعمل سيموليشن ويعتبر رقم واحد في موضوع السيموليشن دوت، بس هو للاسف مش فري فمش منتشر قوي. بس الانسايت بيطلع برضو نتائج، والاي كويست برضو من البرامج الكويسه، والديزاين بيلدر برضو من كل البرامج دي يعني تعمل انرجي سيموليشن وبتطلع انرجي كونسامشن للمباني. بس يعتبر انسايت ميزته ان هو بيستخدم في مرحله الكونسبشن ديزاين. البرامج دي التانية اللي هي زي الاي اي اس والاي كويست بتبقى تفضل اكتر في لو المبنى بتاعك هيتنافس، لانها اولا بتحسب حسابات دقيقه جدا، وبتدخل لها بعض الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها زي مثلا ال HVAC system، بتحتاجها تدخلها بتفاصيل التفاصيل. فميزة الانسايت ان ممكن يستخدمه واحد معماري لو هو بيصمم كتلة، مش لازم يعني يكون بيعمل مشروع كبير، ولكن هو بيصمم مثلا كتلة هيدخل بيها في مسابقة، او بيعمل مجرد conception لسه هيعرضه على الكلاينت ما خدش موافقة، فمش هي لسه موضوع ال HVAC system ما خدش عليه ما next step. فيعتبر هو ميزته في الكونسبشن، واحنا هنتدرب في الموضوع دوت ان هو واحنا بنختار اصلا في الانرجي سيتنج ان احنا بنختار ان هي كونسبشن موديل مش موديل كامل في مرحلة تانية. في اتنين ويب سايت منفصلين، في ويب سايت لانسايت وده اللي احنا هنشتغل عليه ونشوف ازاي بندخل عليه نعمل السيناريوهات المختلفة، وفي ويب سايت تاني لجرين بيلدينج ستوديو. ده الويب سايت بتاع الانسايت. طبعا اي واحد عنده ايميل عند اوتوديسك بيقدر يعمل ايميل على الانسايت فور فري، وهو اصلا بيبقى نازل معاك في في البلوجن بتاع البلوجن بيبقى نازل في الريفت. اول ما تفتح هيظهر لك الداشبورد بره، هتلاقي فيها كل المشاريع اللي انت اشتغلت فيها وعملت لها اناليسز على انسايت زي ما احنا شايفين هنا. طبعا الشير ديت لو انت مشغل المشروع مع اكتر من حد، زي ما احنا هنتطرق ان انت ممكن تضيف ممبر من مثلا سواء ناس شغاله معاك في الشركه، او مثلا لو انتوا مجموعه طلبه وشغالين على مشروع مع بعض، ازاي تقدروا انتوا تشيروا المشروع بحيث ان انتوا اكتر من واحد يشتغل على المشروع دوت، وتكتبوا لبعض كومنتات. يعني مثلا وان دخل اشتغل على المشروع وطلع لاحظ ان في حاجه ممكن نعملها تحسن اداء المشروع، فيكتب الكومنت، صاحبه اللي يدخل يكمل بعديه يقرا الكومنت دوت ويبتدي يشتغل بعديه. يعني دي ميزه برضو من الميزات ان في تكامل انتجريتيف بين في المشروع نفسه. طبعا الصوره انت ممكن اللي تختار الصوره بتاعت المشروع زي ما احنا هنشوف الموضوع دوت. ده احد المشاريع هنا ديت الممبر، ازاي نضيف الممبر، وده الاتنين دول مشروع واحد. بس طبعا دي حاجة برضه هنوصل لها في آخر المحاضرة إن شاء الله، إزاي تعمل أكتر من سيناريو. يعني إحنا لو نلاحظ هنا هنلاقي إن هنا دوت استهلاك الـ energy consumption بتاعه 51.5 وهنا 57.1، فده الأولاني أحسن من التاني. طب إزاي حصل ده من خلال السيناريوهات؟ إحنا برضه هنعرف إزاي نعمل أكتر من سيناريو وإزاي نعمل مقارنة ما بينهم، ومن خلال ان احنا نستغل الاستراتيجي اللي هو الانسايت بيفترضها او بيقول لنا ان احنا ممكن نستغلها ان احنا نحسن اداء المبنى بتاعنا. تاني حاجة اللي هي Green Building Studio، دي البلاتفورم او الكلاود اللي بيحصل عليه الاناليسيس كلها بتاعة الانسايت. عادي جدا بتدخل على الاكونت، لو دخلت هتلاقي ان كل المشاريع اللي انت عملت لها اناليسز على انسايت اوريدي موجوده في جرين بيلدينج ستوديو. هتلاقي متحدد لها اللوكيشن، نمبر اوف ران، كام مره انت عملت لها اناليسز، ديت كريت، كل الداتا بتاعت المشروع بتاعك. لو اخترت اي مشروع منهم تحته هتلاقي تفاصيل موجوده جوه المشروع، بدايه من الوول تو ويندو ريشيو زي ما احنا هنشوف دلوقتي،
ال wall to wind ratio وال baseline بتاعك أصلا، لو أنت اخترت ال baseline يكون أشري، كل الداتا بتاعتك دي داتا المشروع ال weather summary. بعض الناس بتحب الداتا دي انها تستغلها في المشروع عندها، وخصوصا لو طلبة بتستغل الداتا دي انها تحطها عندها في البرزنتيشن. بس احنا ممكن برضو نستعرض برنامج تاني، برنامج بسيط برضو انا بفضله اكتر من دوت في موضوع الداتا، الـ weather data، اللي هو climate consultant. Climate Consultant هو برنامج منفصل بس بسيط جدا، كل اللي انت بتعمله ان انت بتختار بتدخل الوزر فايل بتاعك او بتاع اللوكيشن يعني اللي انت عايزه، وهو بيطلع لك الوزر داتا كلها بتاعت المشروع، وكمان اكتر من كده بيطلع لك الديزاين جايد في المنطقة دي. فلو حد يفضل، انا يعني موضوع الداتا دوت بفضل ان انت تستخدم كونسلتنت، كلايمت كونسلتنت. آخر نقطة دلوقتي في الجزء دوت والويب سايت هو هيلسي اوتوديسك. بعض الأحيان بيكون في مشكلة لو واحد بعد ما سطب البرنامج الانصاب بيشغال، أو في مشكلة عموما في البلجن وهو شغال فمبيبقاش عارف المشكلة منين. ففي موقع اسمه هيلس دوت اوتوديسك، الموقع دوت بتدخل عليه تشوف ايه المشكلة بالظبط، هل المشكلة عندك في الجهاز ولا المشكلة أصلا البرنامج محتاج أبديت أو في مشكلة معينة في الـ application أو plugin. هنبتدي نتكلم عن الـ workflow بتاع الـ insight، إزاي بنشتغل عليه. أول حاجة طبعا زي ما احنا قلنا طبعا بتعمل الماس، أكيد طبعا. بعد ما تعمل الماس بتبتدي تحدد الـ location بتاعك زي ما احنا هنتدرب دلوقتي، وبعد كده بتعمل الـ energy setting، بتدخل كل الـ setting بتاعت الـ energy بتاعت المشروع زي الـ type of project, operation schedule، لو محتاجين مثلا الـ material ناقص لها data بندخل لها data. كل ما ندخل data أكتر كل ما النتيجة اللي بتطلع بتكون accurate أكتر. الموضوع في الأول وفي الآخر أنت بتدخل له data بتاعت المشروع، فهو بياخد المشروع بتاعك وبيحطه في الموقع وبيعمله سيموليشن. فانت لو ما دخلتوش داتا كامله مش هيطلع لك النتائج صحيحه، النتائج هتبقى فيها نسبه خطا. هو اوريدي اغلب برامج السيموليشن فيها نسبه خطا، يعني انا في الماجستير بتاعي كنت بقارن ما بين اكتر من برنامج، بس الانسايت ميزته ان معامل الخطا بتاعه اقل من 4%، 4 من 100%. فدي حاجة كويسة جدا، فيا ريت يستفاد يعني بيه أكتر بإنك أنت تدخله أكتر قدر ممكن عندك من المعلومات عشان تطلع النتيجة الصح. بعد ما بتدخل كل المعلومات اللي عندك وتعمل energy setting، بتعمل create energy model، وبعد كده بنعمل generate اللي هو بيحول البرنامج لـ insight cloud، وبيبتدي نعمل ندخل على insight نعمل له optimize زي ما احنا هنشوف كده. لما زي ما احنا اتعرفنا قبل كده الانسايد داشبورد هنلاقي المشروع بتاعنا، وجوه المشروع هنلاقي ان في داش هيظهر لنا التحاليل بقى اللي ظهرت، النتائج بتاعت المشروع نفسه، الانرجي كونسامشن بتاعت المشروع، وهو هيقارنها لك بقشر 19.1 واركتكشر 2030 اللي هي حطاها الاي اي اي الامريكان انستيتوت اوف اركتكشر. هو طبعا بيقول لك معدل استهلاك الطاقة عندك في المبنى مثلا سي مثلا 17.3، ده بيقارنها لك انت على اساس المبنى بتاعك. المبنى بتاعك دوت لو مثلا اوفيس بيلدينج، طب الاوفيس بيلدينج في الاشري 19.9 بالمساحة بتاعتك ده المفروض يستهلك طاقة قد ايه؟ هو بيقارن لك وبيقول لك انت المبنى بتاعك دوت مثلا سي مثلا لو استهلك 70 كيلو وات على الاور ده كويس ولا كتير. هو بيقارن لك دي وبيقول لك ويبتدي يديك حلول انت تستخدمها. اخر نقطه خالص انا هوصل لها وهي الانسايت ستادي، اللي احنا نعمل السولار واللايتنج والهيت والكولينج. اللايتنج الدي لايتنج والدي لايتنج هنستخدم فيها ميزه ان هو بيعملها على اساس بالجايد بتاع الليد. هنتكلم عن نقطة مهمة جدا ودي ممكن تواجه مشاكل ان بعض الناس ما بتعملش الماس او البيلدينج المنت بشكل صحيح، فلما بيجي يعمل سيموليشن او يعمل يعني يدخل البرنامج او يعمله انسايت
ما بيطلعش النتائج صح وبيظهر له ايرور، فدي بتكون غالبا في مشكلة ان الماس نفسها مش مقفولة بشكل صحيح او الزون نفسه ما اتعملش بشكل صحيح. فدي من الحاجات المهمة جدا ان لازم الناس تاخد بالها منها وهي بتعمل الماس. واحنا هنشتغل دلوقتي كده ماس سريع كده ان الماس لازم تكون متقفلة بشكل صحيح، لان الفراغ لو مش متقفل مش هيقدر هو يخلق الزون ولا هيقدر يعمل له السيميليشن بتاعه. زي ما احنا قلنا ان هو طبعا في مرحلة الكونسبشن انت ممكن تعمل الانسايت وتستغله في مرحلة الكونسبشال ديزاين وتعمل السيموليشن للمبنى بتاعك او الكتلة اللي انت بتصممها. ممكن يعني تعملها ماس خارجي بس، وممكن تقسمها فراغات، يعني فراغ تبقى عندك سبيس خلاص انت عملت السبيس بتاعك، عملت التقسيمات الداخلية الزونات، فانت ممكن تعمل في مرحلة الماس بس، وممكن تعملها في مرحلة ان انت خلصت خلاص وتبتدي تشتغل في الانتريور ديزاين. يعني انت عملت الانتريور ديزاين بتاعك او يعني بشكل عام كده عملت الزونات، حددت ان انت هنا مثلا لو مبنى اوفيس بيلدينج حددت ان هنا هيكون ورك بليس، هنا هنا بعض الاوفيس، فتقدر تقسمه وتقدر تشتغل عليه. بس طبعا لو انت في مرحله مبكره مثلا زي الكونسبشن وابتديت لسه في الماس ولسه ما دخلتش في التصميم الداخلي ممكن برضو تعمله. كل ما بتعمل ابديت في الديزاين وتقدر تعمل جنريت جديد وتعمل، هو هيسألك انت عايز تعمل ابديت على النتائج الموجودة ولا عايز تعمل موديل من جديد او جنريت من جديد خالص. فانت بتختار في الحالة دي ان انت عايز تعمل ابديت للنتائج اللي موجودة بحيث ان هو يقدر يرفع الكلاود او المبنى بتاعك، يعني يرفعه على الكلاود في نفس الفولدر، ما يعملش فولدر جديد، يعني ما يخلق لكش فايل جديد. طبعا ده احسن عشان يبقى المشروع عندك تبقى شايف انت السيكونس اللي انت مشيت فيها. يعني لو انت في البدايه خالص كنت مثلا لو هو ماس كان استهلاك الطاقه سي مثلا 70، دلوقتي لما انت عملت الزونات الداخليه تحسن وبقى 60، فتعرف انت ماشي في السيكونس بتاعك ازاي. هنشتغل كده بسرعة بإزاي نعمل ماس. طبعا يعني معانا أستاذنا الكبير أستاذ عمر، باشمهندس عمر، هو طبعا يعني أستاذ في الريفت. أنا مش يعني مش هتكلم كتير أوي في الريفت إزاي نعمل ماس، هو مش محتاج إن أنت تكون أدفانسد في مستوى أدفانسد في الريفت يعني وتعمل ماس. بس هي أهم حاجة زي ما بقول إن هي محتاجة إن أنت الماس اللي أنت تعملها تكون مقفولة بشكل صحيح، يعني العلاقات نفسها ما بين السيلينج وبين الوول لازم تبقى مقفولة صح، لأن لو مش مقفولة بشكل صحيح مش هتطلع معاك ايرور ومش هيطلع معاك نتائج. لازم تتقفل بشكل صحيح الوول، علاقة الوول بالفلور والسيلينج، ولو في انترنال سيلينج لازم كل العلاقة ما بين الإيليمنت دي تبقى مش معمولة بشكل صحيح. لأن لو في أي مشكلة، يعني سي مثلا كان في مشروع كنا شغالين عليه وكانت النتائج طلع فيها مشكلة كبيرة جدا، يعني مش واقعية مش لوجيك، لما رجعنا بصينا على الماس وإيه المشكلة كانت فين، طلع إن في فراغ من الفراغات ما كانش مقفول بشكل صحيح، فكان الانترنال سيلينج مفتوح فالفراغين فراغ واحد. اما اتعمل له زون كان في حد هو اللي عمل الماس، واحنا ابتدينا نشتغل بعديها في مرحله كنا مش شغالين طبعا على البرنامج الانسايت، كنا شغالين على الاي اس، فكان الفراغ في الدورين محسوب على انه فراغ واحد، فكانت النتائج اللي طالعه كانت نتائج انلوجي. فيستحسن لو حد هيستخدمه وبالذات لو هيستخدمه في مرحله ادفانس ان هو هيستخدمه في مرحلة مش conceptual design أو conceptual mass، في مرحلة هو عامل already إن تقسيمات داخلية للمبنى، إنه يراعي جدا موضوع العلاقة ما بين internal ceiling وال wall أو الفساد يعني، والعلاقة ما بين ال ceiling والفساد برضو عشان أو wall external wall عشان ما يحصلش أي error معاه. ده ماس سريع جدا بامبليس ماس.
هنقسم بس الفلور الداخلي. وطبعا دي كلها conceptual يعني مش طب هنيجي لأهم نقطة دلوقتي مهمة جدا، وأول نقطة معانا في الخطوات بتاعتنا وهي اللوكيشن. هنضغط لوكيشن بعد ما فينش الماس، هنروح لوكيشن من الكويك بار، أو لو إحنا لو أنت محطتهاش في الكويك بار ممكن من الأناليسيس وتختار، بس يعني إحنا هنا هنختارها من الأناليسيس لوكيشن إن شاء الله محدش حطها في الكويك بار. ونختار المكان اللي احنا شغالين فيه او اللي فيه المشروع بالظبط. هندخله بسرعة فوق في البروجكت ادريس. عادة عندنا في يعني في المشاريع دي في مصر مش هيكون في وزر ستيشن كتير، فلازم تكون تختار أقرب وزر ستيشن. طبعا أنت تختار اللوكيشن طبعا بعد ما بتسحب البيك البوينت لحد مكان المشروع، وبعد كده بتختار الوزر ستيشن اللي هم هياخدوا منها النتائج بتاعة المشروع بتاعك، النتائج البيئية يعني أو الداتا البيئية، سوري الداتا البيئية اللي هياخدوها عن المشروع نفسها زي درجات الحرارة، متوسط درجات الحرارة، الرطوبة، المطر، كل الحاجات دي بياخدوها من الوزر ستيشن بتاعت اللي أنت بتختارها. فأنت أوريدي أنت بتختار البيك المكان بتاع المشروع وبتختار الوزر ستيشن. بعد كده ندوس اوكي. دي الوزر الداتا اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هنيجي نقطة دلوقتي وهي ان ساعات يعني بيبقى شغالين احنا مش شغالين بالنورث تروي، او اللي احنا شغالين بالنورث في المشروع والنورث اللي في أرض الواقع مختلفة. طب في الحالة دي إيه اللي عمل؟ يعني هنبقى إيه الاختلاف دوت؟ يعني هنحله إزاي؟ فإحنا بتقيس الفرق ما بين البروجكت نورث والنورث الترو نورث اللي في الموقع، وبتقيس الفرق ده قد إيه، وبتبتدي تروح على السايت. ونيجي نختار بوينت، سنتر بوينت، نحط الانجل دي قد ايه، وهنروح للفلور بلان، هنختار من الاورينتيشن ترو نورث بعد ما دخلنا الانجل بتاعتنا كده. المشروع هيتعمل له روتيشن للانجل بالظبط، فيبقى ترو نورث بتاعت المشروع هي نفس النورث بتاعت المبنى نفسه في الارض الواقع. جينا للنقطة المهمة جدا وهي الانرجي سيتنج. الانرجي سيتنج دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان احنا ازاي ندخل المشروع كل الداتا بتاعته بشكل كامل. داتا زي طبعا اهم حاجه تايب اوف بروجكت، زي ما احنا بنشوف دلوقتي بعد اللوكيشن تايب اوف بروجكت والاوبريشن سكادجول. اوبريشن سكادجول عاده بيبقى هو محاطه بعض الاختيارات اللي احنا بنختار منها. الاتش باك سيستم طبعا، المود طبعا هنختار زي ما قلنا ليوز كونسبشنال ماس. طبعا لو المبنى في مرحلة متقدمة بنختار يوز بيلدينج إليمنت. جراوند بلين هنختار ليفل 1 او اللي هي بتبقى جراوند فلور طبعا، على حسب لو انت مثلا مشروع او فكرة المشروع ان انت داخل من الليفل 2 تختار الجراوند بلين ليفل 2. بروجكت فيز بتختار نيو كونستراكشن لان المبنى ده مش مبني. الحاجات التانية مش هتفرق قوي غير لو في الريزولوشن بتاعت الاناليسيس نفسها،
مش هتفرق معانا بشكل كبير. هنروح للأدفانسد، نختار أذر أوبشن، في المرحلة دي هنختار أول حاجة خالص التارجت برسنتج جليزنج. إحنا عندنا في المشاريع عادة اللي في مناطق الهوت دراي زي في مثلا مصر والسعودية والإمارات وقطر، عادة يعني التارجت بتاع البرسنتج جليزنج بيبقى ما يزيدش عن 25%، ده على حسب قشري. فأنت ممكن تختار لو أنت في مرحلة متقدمة إن أنت تختار يعني كدي كجايد إن هو دي 25%. ممكن لو أنت حابب إن هي تبقى أنت دارسها وعايز تحط التارجت بتاعك أوكي، بس لو مش دارسها ممكن تشتغل بالجايد بتاع الـ ASHRAE 19.1. طبعا ده راجع ليك يعني وأنت بتعمل baseline. يعني التايب بروجكت انت عندك كل التايبات موجودة هنا، ميوزيوم، اوفيس، باركينج، لو انت عايز تختار ريزيدنشال انت اللي بتختار. اوبريشن سكادجول في بقى كذا حاجة موجودة، في 5 على 12، او في هو حاطط السيمبل انت بتختار منه يعني، ما في مش احنا هندخله انت بتختار، هو في كذا حاجة هو حاططها احنا بنختار منها الحاجة اللي احنا هتناسبنا او اللي هي بتناسب المشروع نفسه. يعني لو هو مثلا مواعيد العمل في المشروع او الاوبريشن سكادجول اللي هي مواعيد الشغل جوه المشروع، فلو هي مواعيد العمل مثلا من الحد الخميس ومن الساعة 7 الصبح لحد الساعة 8 أو للساعة 7، فبتختار 5 على 12 يعني معناها إن 5 أيام في الأسبوع و12 اللي هي 12 ساعة. في حاجات تانية بتبقى 4 على 9، 4 على 8، أو 6 على 12، في بتبقى حاجات تانية، في بتبقى 7 على 24 اللي هي عادة بتبقى المستشفيات أو لو هي بوليس ستيشن حاجات ديت. هنيجي لموضوع نقطة الهيفيك سيستم. الهيفيك سيستم لو أنت لو يعني مشروع أنت دارس ومدخل يعني عارف الهيفيك سيستم، بتختار بتبك على الهيفيك سيستم وتختار تدخله البيانات بتاعت الهيفيك سيستم بتاعتك، ودي هتبقى مدخلها أصلا أوريدي بشكل مسبق في الميكانيكال. لكن لو احنا بنتكلم على موضوع في حالة الكونسبشال ميس وانت مش مدخل اصلا ما عندكش لسه الهيفيك سيستم، انت مش عارف ايه الهيفيك سيستم اللي انت هتختاره، فانت مش هتختار الهيفيك سيستم بتاعك. وهنروح للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها اللي هي create energy model، هنختار create. وهنبتدي بعديها نختار generate. هو ده بالشكل بتاعنا بتاع الانرجي موديل، بس ده مش الشكل النهائي، لسه هنعمل generate عشان لما نعمل generate هو بيبتدي يبعت الانرجي موديل اللي اتعمل في الانسايت يبتدي يحلله. لما بتضغط على generate هيسألك سؤال use the existing، ثانية واحدة لما هنختار جنريت هيسألنا سؤال ان احنا نعمل use existing energy model ولا هيعمل energy model من جديد. ففي الحالة بتاعتنا هنختار use existing energy model. بعديها هيجي لك رسالة لما ال energy model يخلص او يتعمل له جنريت، هيجي لك ايه رسالة على الايميل بتاعك ان هو already خلاص الفايل بقى جاهز، او يجي لك notification ان هو already احنا عملنا جنريت للموديل بتاعك على insight. الحاله دي هتختار اوبتمايز عشان نروح اوتوماتيك على الويب سايت بتاع الانسايت. بمجرد ان انت بتختار اوبتمايز هو بيفتح لك الويب سايت بتاع الانسايت على المشروع بتاعك.
زي ما نشوف هنا ده الاناليسيس بتاع المشروع بشكل سريع جدا. هو عمله لان هو مش داخل له داتا كتير. دي السيناريو الاولاني خالص في المشروع، ما فيش لسه اي داتا دخلت داخل كبيره يعني، او داتا كتير دخلت. فهو عمل اناليسيس سريع. هنروح بسرعة كده نعمل بعض التعديلات. ازاي نضيف الصورة بتاعته الخارجية، هنبيك على ال 3 point دي. نعمل upload للصورة لو انت عندك صورة، او rename، تختار rename برضو للمشروع بتاعك عشان تقدر تميزه من المشاريع التانية. ترفع الصورة عادية جدا. ده السيناريو الأولاني خالص اللي هو البيز، المفروض البيز لاين. هنبتدي نشتغل عليه ونشوف السيناريوهات اللي ممكن نعملها من خلاله. هنبتدي بس نعدل بعض السيتنج. طبعا احنا بنشتغل بالمتريك أو تشتغل بالنظام الامبرير مفيش مشكلة. انوال كوست ولا انت عايز تعمله بالانرجي يوز مفيش مشكلة برضو، دي حاجات راجعة لك. بس انا بفضل ان احنا نختار المتريك والكوست. انت راجع ليك لو انت عايز تعملها بالانوال كوست او تعملها انرجي يوز. هو في الاول وفي الاخر انت ممكن تعملها تغيرها من داخل المشروع نفسه من داخل البراوزر. اليوتيليتي او الكرنس ريت احنا مش هنقدر نغيرها يعني، هو موجود معدلات يعني، في حاجة عملة معينة موجودة زي الـ USA أو الـ يعني دولار، أو موجود عملات معينة، فاحنا مش هنقدر نضيف العملات بتاعتنا. وأظن إن هي العملة متعارف عليها عالميا اللي هي الدولار، فما فيش مشكلة إن أنت تستخدمها وتقدر تحول فيما بعد لو أنت تستخدم في المشروع بتاعك. دي بعض الكرنسي اللي هي موجودة. انت ممكن تدخل بقى سعر لو انت عايز تغير، تدخل سعر الريت بتاعت الالكتريكال في عندك في بقى لو دولتك يعني، انت عارف سعر الكهرباء كام وكده. بس لو مش عارف لا، ما يعني ما تسيبها، هو اوكي هي ما تستخدم الريت العالمي فما فيش مشكلة في الموضوع ده. هندخل بسرعة على البراوزر بتاعت الماس. ديت معدل استهلاك الطاقة في المشروع بتاعنا أو الـ Energy Consumption، وديت 1.6 دي اللي هي الـ Rate بتاع الـ Cost. لو نزلنا تحت هنا هنلاقي إنه ده قلم باللون الأحمر. اللون الأحمر ده معناه إن الألارم كده إن المشروع مش أحسن حاجة، الـ Energy Consumption بتاعه مش أحسن حاجة ومحتاج إنه يتحسن. فدي اهو هنا هندخل نكتب كومنت سريع كده، ازاي الانرجي مودلينج يطلع انرجي، يطلع الانرجي كونسومشن، والانرجي كونسومشن مش احسن حاجه ومحتاجين نحسن. ده الكومنت بس. لكن احنا في اللي هنتكلم عليه المره ديت يعني ان احنا ازاي نطلع الانرجي موديل. اظن الموضوع بقى بسيط جدا نطلع انرجي موديل. لو حد واجهته اي مشكله في الموضوع دوت ممكن يقول لنا. المرة الجاية ممكن يعني المحاضرة الجاية هنتكلم عن السيناريوهات، ازاي نعمل أكتر من سيناريو، ازاي نحسن في السيناريوهات بمنتهى البساطة من خلال الأوبشن الموجودة داخل الإنسايت أو الويب سايت بتاع الإنسايت. وتاني حاجة بعد كده ازاي نقدر نقارن ما بين السيناريوهات دي عشان نوصل لأفضل حل ممكن يعني للمشروع بتاعنا. ونقدر نعمل اكسبورت كمان ازاي للداتا ديت او الريزلتس ديت، نعمل لها اكسبورت عشان لو حد عايز سواء يعرضها في شغل على كلاينت، او لو يدخل يحطها برزنتيشن مثلا لمسابقه، او كطالب عايز يعرضها على دكتور بتاعه او في الجامعه يعني في مشروع، ازاي نعمل لها اكسبورت. واخر حاجه نستعرضها هي الدي لايت اناليسيز والريزلتس بتاعتها. اتمنى ان الموضوع يكون بسيط، ومعلش لو انا بتكلم بسرعه. ولو حد واجهته اي مشكله في وهو بيطبق يا ريت يبعت لنا واحنا هنحلها ان شاء الله مع بعض. مش لازم نستنى المحاضره الجايه، ممكن قبلها.
يبعت يقول ايه اللي وقف معاه وهو بيطبق، وان شاء الله نحلها. والملفات يعني اللي احنا منزلناها يا ريت لو تقدروا تنزلوها وتشتغلوا عليها هتستفادوا كتير. يعني التطبيق ده يعني مش لازم تطبق داخل الملف، بس لو في البداية على الأقل تطبق باستخدام الملفات ديت لحد ما تبقى براكتس، ومع الوقت انت ممكن تطبق في ملفاتك يعني، او انت تعمل ملف من الـ A to Z خلاص انت اللي عامله. واتمنى تكون استفدتوا من الشرح يعني. شكرا. شلون صامر؟ شلون؟ شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس على المحاضرة الجميلة دي، وهنبدأ إن شاء الله نفتح دلوقتي. هو في حد طلب حاجة؟ تقريبا في حد كان رافع ايده، بس في حد كان أيوة عنده سؤال؟ إن شاء الله نفتح. باشمهندسة فاطمة اه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. انا مش سامع الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اه فندم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا فندم. أستاذ أنا عندي مشكلة بتحليل الإنسايت، يعني من أرفع للموقع مباشرة يبقى يحمل وما يظهر النتائج. طيب اوكي. حضرتك تابعتي معانا في المحاضرة؟ إيه وأنا قبل يعني مسوي أكثر من تحليل مطلع نتائج، بس صار فترة ما دا يطلع نتائج. طيب ممكن لو تقدري تشاري معانا، ممكن تشاري معانا السكرين؟ أنا فاتحة موبايل مفتح الحظ. اوكي. طيب ايه الايرور بتطلع، ايه الايرور بالظبط؟ يعني بس يبقى يحمل. أقدر أبعث صورة هنا؟ بيفضل يحمل ما بي... ماشي يعني. حضرتك بتعملي بعد ما الجنريت ما بيطلعش، بيفضل يحمل ما بيطلعش اي حاجه يعني، حتى الجنريت ما بيطلعلكيش نتائج، ما بيقولكيش ان البروجكت بتاعك اوريدي اتعمل له results has done. لا تجيني رسالة على الإيميل يقول لي الران فيلد، يعني فشل الران مالت الانسايت. اوكي. ممكن يبقى هي دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الماس، ان هو في مشكله ايرور في الماس نفسه، فهو مش قادر يعمل الانرجي موديل يعني. هو مش الانرجي موديل ما اتعملش بشكل كامل، فلما تعمله جنريت ما قدرش يطلعه بشكل صحيح. زين أنا قبل فترة نفس الموديل يعني عملت له تحليل وعادي طلعت النتائج. يعني عدتي تاني الاناليسز على نفس الموديل وطلعت النتائج؟ قبل أنا عملت موديل ورفعته بالإنسان طلعت لي نتائج، بعدها عملت تغييرات حتى أشوف الفرق بالطاقة، من بدأ أرفع مرة ثانية ما تظهر لي نتائج، بس أنا قبلها محللة كذا مرة. طب هو حضرتك عملتي تعديل، هو حضرتك عملتي تعديل في الماس، ولا عملتي تعديل في نفس السيناريوهات نفسها؟ لا بالماس عملت تغيير. عملتي تغيير في الماس صح؟ ايه صح. ما هي دي الفكرة. ما هو ممكن، ما حضرتك عملتي تعديل في الماس، الماس كان فيها ايرور، هي يعني هي الايرور في الماس. هو عادة بيبعت لك ايرور بيقول لك الايرور في ايه يعني. لو في ايرور في الماس بيديكي داخل الريفت نفسه الارم، وهو بيعمل انرجي موديل يقول لك ان في مشكلة في الماس، ان هو مش قادر يعمل زونات. طب حضرتك بتعملي زوم ولا بتعملي انرجي موديلنج الماس؟ أنا عملت سبيسنج وبعدين يعني زون وبعدين سويت الجنرال. والزوم كلها حضرتك متأكدة منها، شيكت عليها إن هي كلها معمولة يعني تمام، مفيش أي مشكلة ما بين الـ internal ceiling والـ external wall والـ ceiling؟ متأكدة إن عندها كلها متحددة. طب أنا هستأذنك لو ممكن يعني تشاري معايا الـ project نفسه وأشوف حضرتك، مفيش مشكلة. أو هذه يعني أنا خلص نتواصل بعد الميتنج إذا ممكن. ما فيش مشكلة، ممكن ما فيش تبعتي لي البروجكت وانا ان شاء الله يعني اشوف لك ايه الايرور يعني. ماشي ولو راح كنت معاك أخلي دلوقتي كنت هقول لك نشغل السكرين، شاري السكرين ونشتغل يعني نشوف ايه المشكلة يعني. مخاف متأخر يعني على الأعضاء الموجودين. ما فيش مشكلة. ماشي اوكي راح أخلي الإيميل مالتي. اوكي تمام. في حد ثاني عايز يسأل؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام. شكرا جدا على المحاضرة الجميلة دي بجد. الحمد لله. إيه كنت بسأل حضرتك، هو لو أنا دلوقتي مثلا بعمل بروجكت، إمتى بستخدم مرحلة الـ conceptual mass والـ analysis باستخدام الـ insight 360 أو كده؟ يعني ده بيبقى مثلا بعد مرحلة الكونسبت والفورم جينيريشن وكده، ولا في الآخر بعد ما بعمل الكتلة بتاعتي وكده، ولا إيه؟ والله هو ده يعني راجع للسيكونس انت بتتابعها في التصميم، يعني في عادة الناس بتمشي باللي هي نرجع بقى للمعادلة المشهورة قوي اللي هي الفانكشن فولو فورم ولا فورم فولو فانكشن. ففي ناس بتبتدي بالماس اصلا، فبتبتدي تدرس يعني الماس بتاعها بتبقى الفكرة بتاعتها قايمة على الانفيرومنتال كونسبشن، فالانفيرمنتال كونسبشن بتاعها اي مثلا على ان المشروع هيبقى فيه الصن هيبقى من هنا، فانا بعمل بكسر مثلا باخد من الشارب للمشروع من هنا، فبيبقى فيه دي يعني. فلو في المرحله ديت لو هو قايم على فكره الانفيرمنتال كونسبشن فهو بيبتدي يحتاج انه يدرس المشروع مثلا بانسايت مثلا في مرحله مبكره عشان ياكد ان اللي هو المشروع بتاعه من ناحيه environmental conception مثلا لا هو قوي يعني. فديت لو في مرحله متقدمه يعني. بس عاده بيبقى لو انت في طالب يعني في مرحله ممكن بعد في مرحله الفورم، وانت في مرحله الفورم generation يعني بتبتدي تستخدم ان انت تعمل insight يعني ان انت تعمل الاناليسيس بتاعتك يعني. تمام. طيب هو ممكن اعرف الفرق بين برضو الانسايت والسي اف دي؟ السي اف دي ايه اعرف الفرق بين الانسايت والسي اف الو دي. ايوه حضرتك سامعني يا باشمهندس؟ باشمهندس السلام عليكم. هو واضح إن في مشكلة عند باشمهندس عبد الحميد، فننتظر بس معلش ثواني يرجع بالسلامة إن شاء الله. تمام إن شاء الله. معلش أعذرهم جدا. أنا معاكم، معلش بعتذر، بعتذر جدا. لا لا تمام، ولا يهمك يا باشمهندس. أمورني. أنا كنت بسأل الفرق بين الإنسايت وبرنامج السي إف دي. اوكي، الانسايت ميزته زي ما قلت لك ان هو في مرحله الكونسبشال. انا ما اشتغلتش البرنامج تاني، انا اشتغلت على الانسايت. فمرحلته في ميزته في ان انت بتشتغل عليه بمرحله الكونسبشال، وان هو كمان هم قدروا يعني يعملوا له ريليتد بقيه البرامج التانيه زي الايكويست والديزاين بيلدر والاي اس. وهو كمان بيديك يعني في المرحلة يعني المحاضرة الجاية هنتكلم عن ان هو كمان ازاي بيقترح عليك بعض الديزاين، بعض الديزاين يعني ان انت ازاي تعمل تحسين على البيلدينج بتاعك من خلال بعض الحاجات. يعني ان هو مثلا يقول لك ان انت في الواجهة الجنوبية مثلا انت ممكن تقلل الوول تو ويندو ريشيو عشان تحسن اداء المبنى بتاعك. لو عملت له خليته في الروتيشن بدل ما هو مثلا في اتجاه الشمال خليته في اتجاه الشمال غرب هيبقى اداء المبنى هيتحسن. السيلينج لو انت زودت السيكنس بتاع السيلينج مثلا من هو من 3 يعني 0.3 ل 0.4 ازاي اداء المبنى هيتحسن. فهو بيفترض عليك بعض او بيفرض لك بعض الحاجات اللي ممكن تحسن اداء المبنى. فده ميزته. كمان ميزته كمان زي ما قلنا ان هو في الكونسبشن هو مش بيطلب منك داتا كتير، يعني بقيه البرامج السيميليشن بتطلب منك داتا كتير يعني وانت لو ما دخلتلاش بقيه الداتا ما بتقدرش اصلا يعني تاخد الخطوه اللي بعديها، لازم تدخل لها. يعني انا شغال مثلا بالاي اس، الاي اس لو ما دخلتوش الهيفيك سيستم
زي ما احنا ما دخلناش الليبك سيستم مثلا دلوقتي، مش هيطلع لك نتائج، يعني انت مش هتقدر تاخد النكست سيت اب لو هو ما طلعتلوش ما دخلتلوش الليبك سيستم. فان انت تدخله الليبك سيستم يعني بتحتاج ان انت تدرس المشروع، فانت مش هينفع تستخدمه في مرحله الكونسبشن. فيمكن فميزه الانسايت من وجهه نظري ان هو للطلبه او للناس اللي او المشاريع اللي هي في مرحله الكونسبشن عموما يعني، واكتر للطلبه يعني كمان، لان في ناس كمان بتستخدمه كمكاتب كبيره بتستخدمه في مرحله الكونسبشن، وبعد كده بتقدر تعمل المشروع للموديل نفسه اكسبورت بصيغه جي اكس ام ال، وتكمل في البرنامج زي الاي كويست او الديزاين بيلدر او الاي اس. فانا شايفه كميزته القويه جدا في موضوع الكونسبشن يعني. تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. في حد عنده أسئلة؟ باشمهندس محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحب اشكرك على المحاضرة الجميلة دي. وليا استفسار بس بخصوص يعني، هو السكتش اب بيبقى عامل بلاجن مع الاوبن ستريت او انرجي بلس، فبتقدر تعمل تحدد السبيسز بتاعتك، تحدد الماده المستخدمه مثلا في الحوائط كان عازله او حاجات زي كده، وتقدر تدخل معاك لو طاقه شمسيه وحاجات زي كده معاك على السكتش اب عن طريق البلاجن بتاع الاوبن ستوديو او الانرجي بلس. هل الحاجات دي كلها متاحه في الريفت ولا مش متاحه؟ انت اللي انت تحدد الماتيريال دي اوريدي موجوده، ان انت وانت بتعمل اصلا الماتيريال في ال بتاع ده في الريفت، انت بتحدد اصلا مثلا لو انت هتختار مثلا الوول، انت وانت بتدخل الوول بتختار الوول بتاعتك وبتدخل لها اليو فاليو كمان، وبتدخل لها كل البيانات يعني، يا اما بتختار حاجه موجوده في اللايبرري، يا اما انت بتعدل عليها لو انت عندك المعلومات او عندك الباك جراوند اللي انت عارفها يعني عن الماتيريال، فبتقدر تدخل لها يعني. عاده بتبقى الناس عارف اغلبها عارفه في اللايبرري او هي عامله اللايبرري بتاعتها، فبتقدر تختار في الريفت. طب حضرتك بقدر ادخل لودز مثلا لعدد الاشخاص، اللودز اللي هي الحراريه والحاجات دي كلها برضو عن طريق الريفت او الانسايت، او مثلا بقدر ادخل مثلا لو هشتغل دي لايتنج مثلا بحط ساعه سنسور بحيث احدد لي مثلا كميه اللاجز اللي جايه من بره، فبالتالي بقدر احدد مثلا كميه اللاجز اللي تدخل لي ان كان في ارتفيشال لايتنج اقدر اشغلها عن طريق السنسور. الحاجات دي كلها متاحه ولا؟ حضرتك انت بتتكلم في مرحله متقدمه، ما بتتكلمش في مرحله الكونسبشن، حضرتك بتتكلم في مرحله ان انت وصلت لمرحله ان انت اوريدي عرفت ان اللود بتاع المبنى بتاعك الاكيبنسي لود مثلا، وان انت عايز الاكيبمنت اللي انت هتستخدمها، وانت بتتكلم في كمان انترنال لود يعني ديت. فاحنا كنا بنتكلم ميزه الانسايت بالذات في الكونسبشن يعني، لو حد بيعمل كونسبشن وعايز يعمل انرجي موديل يقدر يعمل انرجي موديل بسرعه بشكل سريع. لكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ديت بتحتاج شويه برامج يعني مور يعني اكتر تخصص يعني، زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاي كويست ديزاين بيلدر. انت اصلا حضرتك بتتكلم عليه ان احنا بنتكلم انرجي بلس، انرجي بلس يعني ده يعني هو الانج او اللي هو المحرك الاساسي اللي اغلب برامج الانرجي سيميوليشن بتتكلم عليه او بتعتمد عليه يعني. فممكن دي يعني احنا كنا لسه يعني لسه هنعلن عن هنشتغل على الاي اس، او نستعرض ازاي تشتغلوا على اي ناس تشتغل على الاي اس يعني، يبقى في محاضره يعني كده، فممكن واحنا بنتكلم عليها نستعرض مع حضرتك ازاي الاي اس انت بتدخل عليها البيانات دي. طبعا البيانات دي بتخلي النتائج تطلع مور اكيوريتد اكتر من اللي احنا مطلعينه في الكونسبشن، بس في مرحله الكونسبشن انا شايف ان الانرجي انسايت بيطلع نتائج كويسه جدا في مرحله الكونسبشن، بس في مرحله لكن اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي المور ديتيلز قوي ديت، لا طبعا يعني الاي اي اس طبعا لا يعلى عليه يعني في مرحله زي دي يعني. طبعا بنقدر نشتغل الموضوع ده عن طريق الاي اس موجود فيه. بتقدر تشتغل عليها، وينفع برضو تدخلها في
في الريفت بس يعني لو ممكن لو حضرتك عايزنا نتكلم بقى فيها ممكن المحاضرة الجاية نتكلم فيها ازاي نعمل انبوت للاوكيبنسي لود بتاعت الشخص المكان نفسه والفراغات السبيس وانترنال الانترنال لود ازاي ان احنا عايزين نعملها. بس احنا يعني احنا اشتغلنا بس على الموضوع بشكل لو حد عايز يعمل على الكونسبشن ما اشتغلناش على الموضوع مور ديتيلز، بس ما فيش مشكله ممكن نستعرض ازاي نشتغل عليه مور ديتيلز. طب تمام، اصل انا بس كنت بستفسر بس يعني متاحه ولا لا زي السكتش اب يعني موجوده في الريفت ولا فما لا؟ لا واضح طبعا خلاص. موجوده، لا موجوده طبعا الريفت موجود في كل حاجه يعني. طب تمام، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. اه تحت. في حد فين؟ هل في يا جماعة أي حد عنده أي سؤال؟ وكان في حد رافع إيده تقريبا فاطمة. فاطمة تقريبا مش مهندسة فاطمة، هل عند حضرتك سؤال تاني غير السؤال الأول؟ لا العفو، نفس السؤال الأول. طيب تمام شكرا. كده تمام كده يا باشمهندس، احنا كده نعتبر خلاص ما فيش أسئلة، تمام، وشكرا جزيلا لحضرتك على المحاضرة الممتعة دي. شكرا جزيلا لحضرتك، ورب الناس تكون استفدت منها، شكرا. شكرا جزيلا.